السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدين الكرام أينما كنتم، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج رأي الناس. هذا البرنامج الجديد والمتجدد بسماع أصواتكم واتصالاتكم وتناول المواضيع المختلفة والقضايا والملاحظات التي تهمكم والتي أنتم تلعبون الدور الأهم في أن تصل هذه المعاناة عبر أصواتكم إلى الجهات المعنية والجهات المسؤولة وإلى الآفاق. نرحب دائما بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم في كل المحافظات وفي كل المناطق والمديريات على أراضي الجمهورية اليمنية أو في الخارج، الأخوة المغتربين أو المبتعثين أو المسافرين أو كل من يريد أن يوصل صوته في أي بلد في العالم من أبناء الجمهورية اليمنية أو أي إنسان يريد أن يتحدث في هذا البرنامج. نحن سعداء جدا بسماع أصواتكم، ونجاح البرنامج هو بوجود أصوات مختلفة من كل المحافظات وكل المناطق وكل المديريات. نحن في هذا البرنامج بقناة عدل الفضائية نذكر دائما أنه نستقلها فرصة أو نعتبرها فرصة ممنوحة لكم ولنا أن يستفيد منها جميع أبناء اليمن، من هم تحت المناطق في المناطق المحررة ومن هم تحت المناطق أو في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. أوصلوا صوتكم، أوصلوا معاناتكم، قولوا ما تريدون، تحدثوا عن المعاناة. كثير هناك من المشاكل في المناطق التي هي تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية، من ناحية السوق السوداء للمواد النفطية والوقود، من ناحية الجمرك الذي في كل شارع يعملون الحوثيين، من ناحية الانتهاكات، السجون، القتل، المعاناة، انعدام كثير من المواد الغذائية وكذلك ملشنة الحياة بشكل عام. في المناطق المحررة يعني الأمور طيبة في كثير من الجوانب، وفي هناك بعض القصور والكامل وجه الله، لكن الدولة في طور التكوين والحكومة تعمل وتبذل جهدها بقيادة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك سعيد ومعها الأخوة الوزراء والمحافظين، والوضع متحسن أكثر بكثير من المناطق التي تحت يعني سيطرة الميليشيا الانقلابية. البعض لا يروغ لهذا الكلام، لكن من يريد أن يراك سيئا سيراك سيئا ولو كان كفيفا. البعض لا يريد أن يرى إلا يعني بما يملى عليه أو كما يريد هو، لكن الأمور طيبة ومن حسن إلى أحسن بإذن الله في المناطق التي تحت سيطرة الميليشيا، المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشرعية، من حسن إلى أحسن وعلى كل الأصعدة وكل المستويات، بعكس المناطق التي هي تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية. نحن دائما نذكر بآلية البرنامج، يتم إرسال رسالة نصية من المشاهد الكريم أو المتابع أو من يرغب بالتواصل معنا مكتوب فيها رأي الناس، يتم إرسال هذه الرسالة نصيا إلى رقم البرنامج الذي يظهر أمامكم في شاشة قناة عدن الفضائية في أي وقت خلال أيام الأسبوع، في أي وقت خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. نحن هنا في قناة عدن الفضائية يكون الرد عليكم والتواصل معكم مباشرة على الهواء وقت انطلاق البرنامج من الآن الساعة 5:45 حتى الساعة 5:30 عصرا، كل يوم ثلاثاء وأربعاء وخميس مثل ما هو معروف وقت البرنامج. ونحن نرحب بجميع الأصوات وجميع الملاحظات وجميع المداخلات. البلد في حالة أنها الآن في البلد تبنى والمشاريع تبدأ والحركة يعني تتغير وتطبيع الحياة في كل الجوانب يبدأ، وكل إنسان يده بدلوه ويتحدث، وهذا مهم جدا أن نسمع أصوات الناس، ماذا يريدون، ما هي ملاحظاتهم، يعني لأنه المجتمع شريك مهم في التنمية وفي البناء وفي الأمن وفي الاستقرار وفي كل حاجة. المجتمع عنصر مهم في بناء يعني هذه الدولة، ويعتبر ظاهرة ديمقراطية أو إعلام ناجح أنه في هناك الدولة تسمح وتسمع في الوقت نفسه لما يقول الناس. يعني نحن لم نعد في عهد الحزب الواحد، يعني إعلام واحد بس يصدر توجيهات وما يعطي مجال للناس، لا، نحن الآن في تعددية حزبية وفي تنوع في مواقع الإعلام وفي المنابر وفي القنوات وفي الصحف، وكل يتكلم والدولة ترصد وتتابع والجهات المسؤولة كذلك تستفيد وتتابع وترد وتبين. ففائدة كبيرة للجهات المعنية والمسؤولة من خلال أنها تسمع من الناس ماذا يريدون، بعكس لما يكون المجتمع مغيب أو صامت أو مقموع، لا، تأتي فترة من الفترات تنفجر الأمور وتحصل انتهاكات كثير وما حد يعرفها، لكن في ظل الإعلام المفتوح، في ظل أن الناس تتحدث، تكون هناك فائدة كبيرة للمجتمع، للناس وللدولة. اليوم
طبعا حلقة أمس كانت من أفضل الحلقات، وكان في تواصل وفي اتصال وكان في حضور لجميع الكثير من المتصلين، وكانت في أصوات مختلفة، حتى أنه في زحمة أمس كانت في الاتصالات، وهذا يعني أمر يسر ويدل أن البرنامج في تطور وأنه في ناس وجدت في هذا البرنامج نافذة لكي تتحدث. الهلال الأحمر الإماراتي اليوم ينظم العرس الجماعي الثاني في محافظة لاحق 100 شاب، يعني 100 عريس، وهذا العرس الثاني خلال عام 2019 في محافظة لاحق، والعرس الخامس أو السادس على مستوى الجمهورية، وهذه بادرة إيجابية وبادرة طيبة من دولة الإمارات العربية المتحدة. يعني مش بسيط أنك يتم تزويج 100 شخص، 100 شاب و100 شابة، يعني هذا مهم جدا في تكوين المجتمع وفي بنيته وفي نشأته. مهم جدا أنه الناس يعني تتم عملية الزواج هذه لهؤلاء الشباب وهؤلاء الشابات، وهذا يعني تشكر عليه دولة الإمارات، مع أنه في الوقت نفسه الإمارات تفتتح تقريبا العيادات الخارجية في مستشفى الجمهورية. في عمل، في شغل، وهذه هي الإمارات الذي نعرفها والذي هو يعني عشمنا فيها أن تكون يعني يدها بناءة مثل ما هو دور الإمارات. البعض ينظر إلى بعض التفاصيل الأخرى السياسية أو المماحكات الإعلامية التي نحن لا نقترب منها ولا نتحدث عنها، نحن نتكلم عن الإمارات الدولة العربية الشقيقة الذي تاها تاريخ ارتباط مع اليمن منذ عهد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. طيب ناخذ المتصل الأول. مرحبا يا إبراهيم. يا إبراهيم. اي نعم، مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ طيب ان شاء الله. مرحبا بك إبراهيم، من وين تكلمنا؟ والله من جدة الله يرضى عليك. تفضل يا إبراهيم، اهلا وسهلا. هلا الله يرضى عليك. والله البرنامج والله شيء الحمد لله، طيب يعني ان شاء الله استمر عليه. نشكركم عليه. اهلا وسهلا فيك. موضوعي موضوع الفيز والفيز المنع. ايوه، موضوع المنح، من المنح المنح هنا في السعوديه، هنا الدوله قدم منح للسفاره وهذا، فاحنا قاعدين نقل المنح، يعني ايش الاشكاليه؟ لازم توضح اكثر يا ابراهيم، المنح ايش؟ انا ايش تفهم على موضوع المنح؟ منح دراسيه. المنح الدراسيه من من لمن؟ بل الابناء المغيبين هنا اللي يكون مغيب جامعه هنا في السعوديه. يعني قصدك يعني فرص التعليم الجامعي للمقيمين اليمنيين في المملكه؟ نعم في المملكة هذه. إيش المطلوب يعني؟ المطلوب عندنا طلبة يتبعوا إلى 98 و99. أيوة. ما إحنا قاعدين نقدم عن طريق السفارة، يقول لك عن طريق الموقع، ما في أي شيء. معدلاتهم 99 وفوق. أي نعم. إيش قالوا لكم بالسفارة؟ السفارة يروح هناك ما هو موجود، كل ما يجي ما هو بيجي، يقول لك راحت رحلة، راحت مدير، راح عندهم رجانات من دول الملحق الثقافي. ايوه ملحق مقفل، ما في حد موجود هنا. لا لا، في ملحق ثقافي. نعم في ملحق ثقافي موجود هنا في جده. موجود المكتب، المكتب ما في حد. المكتب لا لا، والمكتب موجود، ممكن تلاقيه وممكن احنا نساعدك توصل له. المندوب، المندوب انا رحت اكثر من مره يقولوا ما هو موجود، ما راح مهرجان طايف، راح مهرجان مدرسين. شوف شوف الحين الان هو شوف القنصل مثلا او نائب القنصل او الملحقين، يعني مثلا هم شخصيات في الاول والاخير سياسيه، مثلا تلاقي القنصل او السفير يعني في جده او في الرياض او في اي منطقه اخرى له لقاءات وله ارتباطات، يوم مع السفير السعودي، يوم مع الخارجيه، يوم مع السفير الامريكي، انا عارف، يوم مع السفير الروسي، يوم مع احد الامراء، يوم بيقوم بمهمه يعني خارجيه، يوم بمهمه امنيه، يوم بيروح لعدن، يوم بيطلع للرئاسه، يوم بيلتقي يعني ما اختلفنا يا عزيزي، ما اختلفنا، بس ما في مكتب يعني في موظف يعني لا راح شخص يعني شغل توقف الراجل خلص ما عاد راجل. لا لا موجود، انا بخلي الشباب يخزنوا رقمك وبعدين اضطريت انا ارسلت الولد برا على حسابي، وانا ما انا قدرت انا ادفع على حسابي. خلاص حليت جاي 98%. ما شاء الله. ثلاث سنوات وانا رايح جاي عليهم، ارسلته برا الان ما انا قادر اصرف على الوقت. شوف يعني انت الان كويس انك درست ابنك وما راح عليه الوقت وربنا يقويك. الان هو فروض لكن ما انا قادر اصرف عليهم. الله كان الله في عونك، وجيد جدا انك في ظل هذه الاوضاع عندك يعني. انا ربما تعالى نعلم البث الجديد الاطفال الان الاولاد الجدد. اي نعم، بس نحن ما قادرين.
شوف اذا كانك موضوع تبقى تقابل الملحق الثقافي في القنصليه في جده، نحن ممكن نربط بينكم. هو الدكتور محترم ومتواجد في اغلب الاوقات، الشباب بيقيدوا رقمك ونحن بعد البرنامج بنحاول نرسل لك رقمه وتتواصل انت وياه. اكثر من مره اروح لهناك اوصل يقول لي الشخص ممكن. لا لا انا مجرد ما اخش المكتب هناك الخلف حاطين مكتب الخلف الشباب. لا لا شخص ممتاز جدا واحيانا يكون في مهم. لا لا موجود موجود على طول الدكتور موجود، وانا بعد البرنامج اذا رقمك بيقيدون الشباب برسل لك عبر الواتساب او بتصل فيك تلفونيا وبجيب لك التلفون حق الملحق الثقافي هنا في جده. طيب جزاك الله خير خير كذا، والمفروض تتفاعلوا مع الطلبه اللي هناك اللي هنا. طيب مفروض هم يتعاونون مع الناس جميع ولا يهمك ابشر. يلا شكرا الله يرضى عليك. شكرا لك يا ابراهيم شكرا شكرا. ابراهيم يرضى يحاول انه الناس يعني التعليم حتى لو كانت المعيشة يعني ضعيفة عند أي إنسان لكنه بيحاول أنه يعلم أولاده، وهذه بادرة جيدة موجودة الآن موجودة في المجتمع اليمني وفي المغتربين، تلاقي كثيرا من أبناء المغتربين يدرسون، الناس الميسورين في ناس يدرسون أولادهم في أمريكا في ماليزيا في روسيا في تركيا في ألمانيا في كندا في أستراليا، في ناس تدرس وهذا بيكون لها يعني نقلة نوعية على مستوى الوطن. بنحاول احنا نساعده ونربطه بالملحق الثقافي في القنصليه في جده، شخص يعني عملي وموجود على طول اغلب الاوقات موجود بالقنصليه، والسفير موجود والقنصل نائب القنصل موجود والقنصل موجودين كلهم. فانا كنت اتحدث على هذه البادره حق دوله الامارات العربيه، ونتمنى انه مزيدا من ان يكون هناك في عطاء، ونحن نقدر كل ما تقدمه الامارات كل ما تقدمه السعوديه وكل ما تقدمه الكويت، يعني الدم قبل المال قدمته دول التحالف العربي في بلادنا وهذا معروف يعني، ونحن ما نستطيع أن نوافيهم بما قدموه. أمس كان في حديث لمحمد عبد السلام تقريبا لقناة روسيا اليوم أنه موضوع قتل الرئيس السابق علي عبد الله الصالح كان بشكل عفوي، يعني غلطة يعني بشكل عفوي، ومحاصرة الرئيس عبد ربه منصور هادي قبل ذلك بشكل عفوي، واقتحام صنعاء بشكل عفوي، واقتحام عدن بشكل عفوي، وتعز بشكل عفوي، والحين سحببة المشايخ وقتلهم برضه بشكل عفوي، القصف اللي جلس على بيت علي عبد الله الصالح 3-4-5 أيام من الجبال هذا كله بشكل عفوي، الانتهاكات اللي تحصل والقتل اللي يحصل الآن في بلادنا وانتهاك الهدنة في الحديدة وكل يوم يقتلوا 2 نسوان و3 أطفال هذا كله بشكل عفوي، البلاد الآن انطحنت وصبحت يعني كلها ملشنة في ملشنة بشكل عفوي، اطلاق الطائرات المسيرة على العند واستهداف الشهيد طماح والزنداني واللواء التركي هذا كله هذا عفوي، وقصف مجلس النواب بسيئون عفوي، وقصف المدن السعودية عفوي، والبواخر في البحر كذا كله عفوي. طيب عبد الحفيظ اهلا وسهلا يا اهلا حبيب اهلا استاذي، تفضل يا عبد الحفيظ من وين تكلمنا؟ من تعز حياك يا تعز الحالمة اهلا وسهلا. مع حالقين للبرنامج هذا نشكي عموما انا فقط لا غير، والله نعم على حد غيره نشكي الى الله ان شاء الله، الله هو اللي بيغيثنا ونحن ما الا عامل مساعد يعني الله لكم. الله نعم شكوى لله والله اللي يغيثنا صحيح، بس اشتي اقول لكم يا اخي لنا 18 سنة بالجيش وضمينا اسماءنا على محور تعز للحدث، والان لم ينزل مرتبات لنا ولا ينزل لنا تعزيز مالي ولا اي شيء. من متى؟ الو كم لكم يا عبد الحفيظ كم قلت؟ قلت لك احنا مجموعه كثير من الناس اللي ضموا على مشوار تعز قبل العساكر القدامى. قبل كم ضميتوا انت؟ تقول سمعتك تقول 18 سنه. الو الو عبد الحفيظ أيوة معك، قلت لك إحنا من الناس القدامى المنضمين على محور تعز. تمام سمعتك، قلت لي إنكم ضميتوا إلى محور تعز قبل كم؟ قبل 4 سنوات. أيوة قبل 4 سنوات، محور تعز الآن من أيوة الآن لم ينزلوا لنا تعزيز مالي ولا ينزلوا لنا مرتب ولا أي شيء. وانتو تداوموا في المحور تداوموا، أنا أسمعك يا عبد الحفيظ، تداوموا في المحور في اللواء حقكم؟ لا عاد احنا ما داومناش لان لم ينزلوا لنا تعزيز مالي على الاطلاق، لما ينزلوا شيء تعزيز مالي انا كنت نداوم به لكن لم ينزلوا لنا تعزيز مالي على الاطلاق،
طيب. أربع سنوات، لكن نص الناس الذي ضمنا إحنا هم نزلوا، اللي معهم وساطة، اللي معهم ناس نزلوا أسمائهم، لكن اللي معهم أحد لم ينزل اسمه لحد ولا. طيب نقص صوت التلفزيون، نقص صوت التلفزيون عشان أنا أسمعك وأنت أنا أسمعك بس أنت ما تسمعني، نقص صوت التلفزيون للأخير. يعني في جزء من الشباب اللي أنتوا وياهم أيوة، جزء من الشباب اللي كنتوا وياهم دفعة واحدة سجلوا، اللي عندهم واو وساطات، وأنتم ما سجلتم، ما حد سجلكم. إلا مسجلين وقبل بشيء العام في شهر 11 أعتقد، العام في شهر 11 في 2018 في شهر 11 عندوا لحنا لقنا البصمة، نصهم بصموا ونصهم عدموا بصموش إلى الآن ولا حل مشكلتنا، وعندوا لحنا استمارات وبصمنا وسلمنا الاستمارات ولا الآن عدم لحد الآن ما عنده لحنا تحديد مالي على الإطلاق. من القائد عندكم، عدنان حمادي ولا سمير الصبري؟ لا بعضهم منضمين على اللواء 35، بعضهم على اللواء 22، بعضهم على اللواء 17، بعضهم على المحور، بعضهم يعني كل جماعة في اللواء. كم منكم تقريبا؟ عدد كثير منكم؟ لا في كثير. أنا أتكلم، ما أتكلمش أنا عن نيابتي أنا فقط لا غير، أتكلم عن كل يعني. طيب فهمت عليك. في كثير منضمين بس نصهم نزلوا يا أخي، كان الفترة الماضية كان كل أيام ما كانوا يصرفوا مرتبات بكل 3 شهور 4 شهور يصرف ينزل مرتب وينزلوا أثناء من الذي هم منضمين مجموعة. أنتوا يندوا لكم راتب خلال هذا؟ عبد الحفيظ خلال 4 سنوات؟ لا ما عندوا لسنا، قلت لك الناس الذي نزلوا أسماءهم من أول عندوا لهم مرتبات، أما الناس الحين الأخير خلص اختصار حتى ما ينزلوش المنضمين على الإطلاق. طيب يا عبد الحفيظ في سؤال أبيك ترجعني منشان أفهم، أنتوا تبع عدنان حمادي ولا تبع اللواء سمير صبري؟ لا كل جماعة يا أخي تبع لواء، كل أنت جماعة أنت تبع لواء. أنا بالنسبة لي أنا أيوة، أنت بالنسبة لك؟ أنا بالنسبة لي أنا تبع أيوة تبع من؟ أنا تبع المحور، قائد محور تعز سمير صبري. أيوة أنا حين تبع المحور اللي أصلاً الاستمارة أنا طلعت تبع المحور، لأنه في واحد متصل قبل يومين أو 3 أيام اتصل علينا وقال أنا القائد حقي عدنان حمادي، فنحن نشتي مثلاً نعرف هل هي المشكلة، احيانا يكون نوعيه المشكله متشابهه في كثير من منطقه وكثير من محافظه، وهذا لابد ان يكون حل مشترك. تمام، لكن لما تكون المشكله مثلا تمام، بس انا قد اقول لك انه كل جماعه ضموا على اللواء، عرفت الناس ضموا على اللواء 35، الناس ضموا على اللواء 22، الناس ضموا كل جماعه ضموا على اللواء. انت تتبع اللواء 35 ويقولوا لي احنا لقناه، قلت لك يقولوا لي احنا لقناه وبصلنا وعندوا لحنا استمارات وعبينا البيانات والكل وسلمنا الاستمارات وبصلنا وقالوا خلاص يشتكي لكم تعزيز مالي ما علقنا ثانية. طيب. الآن نبغى نشوف لحنا ما يقارب 7 شهور 8 شهور وما عندنا لحنا علقنا ولا تعزيز مالي. طيب خلاص وصلت الفكرة يا عبد الحفيظ، وإن شاء الله صوتك مسموع ونحن بدورنا بنحاول نساعدكم قدر الإمكان إن شاء الله. شكرا لك يا عبد الحفيظ. يعني هذا في شكاوي كثيرة من تعز على الشباب اللي هم يعني قاتلوا وكانوا من ضمن المقاومة وواجهوا الميليشيا وما حد اهتم فيهم ولا حد سجلهم. هذا طيب محمد، مرحبا يا محمد. حياك الله يا أخ غسان، كيف الحال؟ مرحبا بك يا محمد، أهلا وسهلا. الله يطول عمرك يا عمي ويجزاك خير عن البرنامج هذا، وإنت يعتبر زي المجاهد اللي في الميدان. الله يجزيك ألف خير، الله يرضى عليك، هذا بفضل من الله ثم يعني بإدارة القناة وطاقم العمل اللي معنا. نعم. هنا اللي يتعبون. نعم. وبفضل تواجدكم وأصواتكم يا أستاذ العزيز، تفضل. حياك الله، أنا طال عمرك في الطريق وماني شايفك في جدة، إحنا طال عمرك مغتربين في الغربة لنا أكثر من 45 سنة. ما شاء الله تبارك الله، الله يوفقكم. رجعنا البلاد دحين ومعانا بيوت دفعنا في دم قلبنا، كهرباء عدن ذي سنتين ثلاثة بيوت جاهزة ما احنا قادرين نسكن، ما في كهرباء في عدن. في عدن يا اخي هم بيخترعوا الذرة يا اخي، في شركات دول في افريقيا جابت ناس مستثمرين سووا شركة في خلال شهرين، واحنا مع الشرعية ويدنا بيدهم وكل شيء. يا اخي المواطن اللي بيبنوا البلد مش الحكومة، الحكومة عليها تسوي الاساسيات، كهرباء صحيح وطرق وامن وتعليم والباقي علينا نحن. القطاع الخاص ها؟ القطاع الخاص احنا بنعمر البلد يا اخي، ما نشتكي من الحكومه. كهرباء يا اخي صلي على النبي 4 سنين واحنا من يومين وتتقطع ساعتين، بيخترعوا الذره هم ولا كيف؟ والله يا اخي الامور ان شاء الله انها بتتحسن. لا بس انا اسمع منك دائما تقول فيه الرئيس امر بمحطه بتكون جاهزة ما أدري كم شهر، يا أخي ليش قناة عدن ما في مندوبين؟ يا أخي حطوا الموظفين أمام الرأي العام إنه المشروع هذا حينجز في خلال كذا، إحنا معاهم إن الله مع الصابرين.
ان الله مع الصابرين. في جزء من المشروع الان طبعا عملت له الدراسه بتروموسيله وتم التعاقد معها، وعلى اساس عن طريق جنرال الكتريك هي اللي بتنفذه، والمشروع هذا تم التوقيع حقه في المعاشيق بحضور الرئيس عبد الرب منصور هادي لما كان موجود في عدن، وبدات الان الدراسات وجزء من هذا المشروع الان عاملين عليه، على اساس هو المشروع مش بيوم ولا بليله لانه يشمل اربع محافظات عدن ولاحق وابين والضالع. لكن الان امس صحيح الصباح كانت منقطعة الكهرباء، لكن في المساء عاد نشاط التيار الكهربائي وعادت الكهرباء بشكل كويس في عدن، ولكن مش بالطريقة المثلى اللي مثلا نقول كويسة 100%، لكن على الحد الأدنى موجودة الآن في كهرباء، في تحسن في ظل الوزير الجديد، لكن مش اللي يتأهل انه تكون هناك في استثمارات وصناعات ومدينة مثالية. يا أستاذ غسان إذا كان الحكومة أو إدارة أو وزير كهرباء فاشل، يا أخي في شركات مستثمرة بتدخل هي بتسوي المحطات وبتاخذ الورد المالي لها. صحيح في كثير من البلدان يا اخي دول افريقيه، يا اخي روح يا اخي تنزانيا، روح كينيا، يا اخي ناس دخلوا من شرق اسيا سووا محطات وياخذوا من الاهل. احنا وين نحن يا رجل؟ صلي على النبي يا رجل. جيبوتي يقول بيصدروا لنا كهرباء، حتى بيصدروا لنا حتى بعد بكره، بعد بكره تبيع حتى كمان بيجي من عندهم، ما عاد درينا هذول وين رايحين. شكرا لك يا محمد. لا لحظه استاذ غسان، وبعدين الامن في عدن يعني قصص يا اخي، مدينه عدن مو ذيك المدينه الضخمه يعني تقول 70 كيلو يا اخي. لو انا جيت عدن ومشيت الاحياء كلها من التواهي لما البريقه يا اخي، والله انا وطالب وزير الداخليه اذا بيسمع كلامي، ولا والله حبا في الوطن وفي دم الشهداء يا اخي، يقسموا عدن 8 مناطق يا اخي دوريات، يا اخي ما عدن دوريات تمشي في الشارع ليه يا اخي؟ 10 سيارات شغل سيفتي فيلا تمشي في الاحياء بتسوي امن. انت ما شفت دوريات في الشارع؟ ما شفت في دوريات يا اخي؟ ما في الا في الجولات واقفين يا اخي، هذول مرور ولا امن ولا ايش؟ لازم دورات امنيه تدور يا اخي بالسيفتي في الليل يا اخي وفي النهار أمن. اذا في مضاربه اذا في شيء 10 سيارات والله بتغير حال في عدن اقسم لك بالله. يعني شوف لما نحن نتكلم دائما انه الامن فكر واداره قبل ان يكون تطبيق على ارض الواقع، يجب ان يكون تمام. ايوه يكون في خطط، في خطط اول حاجه فوق الـ فوق الـ فوق الطاوله، هذا ما يسمى بالتنظيم. والله يا استاذ غسان اقسم لك بالله، شوف وانا احلف والله العظيم الشعب اليمني حيعمر الوطن واللي انهد بيجي احسن منه، بس الحكومه لازم تحسس للمواطن انه في امن وانه في دوله. يا اخي الوزراء كلهم مسافرين مالهم ذولا؟ مش كافرين كلهم؟ انا ما والله العظيم انا اذا بشهد الوزير، وزير لو خاف الوحيد اللي يتمم الحج مضبوط ويمشي معنا وزير الدفاع، ما احنا عارفين فين وزير الكهرباء في الصومال بيشوف المحطه حق الصومال وبيجي بيقترع عندنا، ما ندارين وينهم. طيب يا محمد طيب، لا الامور ان شاء الله طيبه. ويا غسان اتمنى منك المواضيع زي الكهرباء هذه، مندوبين في عدن قناه عدن ينزلون يا اخي، من المسؤول؟ احنا ما نتهم احد، من المسؤول؟ بس طيب يا محمد هذه رأي مقبول منك على العين والرأس، بنخلي الناس أيوه. تنزل وتتكلم وإن شاء الله أنها مالك إلا الخبر الطيب من ناحية إعلامية، لكن لابد أن تكون هناك في حلول من ناحية موضوع الكهرباء. محمد يتكلم على موضوع الكهرباء، وأمس تكلموا على الكهرباء، والأمس تكلموا على الكهرباء، عبد الحفيظ من تعز تكلم على المحور وعلى على موضوع عدم يعني وصول الرواتب للناس لو ما في تعز مالي، وبالإحنا بحكم أنه إحنا نتكلم على تعز. طيب ناخذ الاخت صالحه. مرحبا يا اختي صالحه. ابوي مرحبا يا اختي تفضلي. ايوه نحن معكم. ايوه يا ابني نحن نازحين لنا 8 سنين ولا نحس الاقاصه ولا نلاقي دعم ولا نلاقي اي حاجه. انت يا اختي فين؟ في الحسوه؟ ايوه. انت نازحه من وين اجيتي لعدن؟ نحن نزحنا من الحجازة، نزحنا لا أبيان، نزحنا من أبيان لا عدن. وما فيش حد قال عندكم من منظمات الإغاثة نهائيا؟ ولا جت لجنة ولا حتى حد أعطانا أي حاجة. طيب أنتوا في مخيم ولا أنتوا؟ احنا نروح نتابع شيوخ حارق. تمام صالحة أنتوا في احنا نتابع شيوخ حارق على مسمعنا. أنتوا في مخيم ساكنين كلكم ولا في بيوت؟ لا أنا معي بنات بعزة بيت. أنت مستأجرة بيت؟ أيوة معي بنات يتامى. طيب هي في مخيمات موجودة للنازحين؟ هل في مخيمات موجودة بالحجوة للنازحين؟ لا ما في شغول هكا، مش عارف لحظة لحظة تعرفين، ما أعرف أنا حرمة. موجود في البريقة، في البريقة موجودة، موجود في البريقة في مخيمات للنازحين. ما
أعرف يعني ما أعرف أنا لا البريقة ولا أعطيها. طيب شباب قيدوا رقم الأستاذة الأخت صالحة. طيب بنحاول نحن نساعدك يا أختي، بنحاول نساعدك إن شاء الله يا أختي بإذن الله ولا يهمك. إن شاء الله يا أختي ولا يهمك. طيب على موضوع تعز، في موضوع مهم في تعز. أنا اليوم شفنا كنا طبعا أمس نتكلم على موضوع الجوازات، وإحنا قلنا لكم في كل حلقة إحنا بنتكلم على موضوع الجوازات حتى تعدل الأمور، لكن شكل الناس بتصعد. اليوم في مواقع التواصل الاجتماعي في مقطع منه 15 أو 20 ثانية، وفي عسكر أمام مصلحة الهجرة والجوازات في تعز يضرب المواطنين وكأنه يضرب أكياس من الذرة، وكأنه يضرب حجار، وكأنه يضرب حمير. مش بهذه الطريقة، حتى المواطن زعل ولا المواطن يريد حقه الجواز ولا يريد معاملته، مش تضربه تكسر رأسه بذيك الطريقة بيضربونهم. نحن الآن إن شاء الله من الأسبوع القادم بيكون مدير عام البرامج موجود، وبنعمل على خطة عرض الفيديوهات والمشاهد موجودة عندي هذه الفيديوهات. ليش تضرب المواطن بهذه الطريقة الفجة؟ تكسر رأسه بتضربه وكأنها يعني وكأنه مش إنسان، مش بني آدم. أعطوهم الجوازات حقهم. أنتوا عندكم في مصلحة الهجرة والجوازات في تعز جاهزة للطباعة 7500 جواز، ليش ما تطبعونها وتعطونها للمواطنين؟ ليش تحتجزوا الجوازات حق الناس في مصلحة الهجرة والجوازات في تعز؟ أنا أتكلم على تعز. وفي عدن محتجزة جاهزة للطباعة 10000 جواز، ليش ما تطبعون للناس؟ ونفس الحكاية في حضرموت، من أجل إيش أنتوا توقفوا الطباعة؟ هذه كلها جوازات مفحوصة وثائقها جاهزة، بس أنت تدخل البوك حق الجواز يطبع وتعطيه المواطن. ليش أنتم محاجزين الجوازات هكذا؟ شوفوا الآن أنتم تعفقوا الناس بتضربوهم بهذه الطريقة، علشان إيش؟ هذا كلام مش معقول. يعني تحجزون معاملات الناس وبالأخير تخرجوا تركضوهم وتهينوهم وتضربوهم بالعصي في تعز. أنا أتكلم على مصلحة الهجرة والجوازات في تعز. الإنسان في اليمن ما خرج بثورة إلا على أساس يحفظ كرامته ويحفظ دمه ويحفظ نفسه، مش على أساس أنكم تربونه تكملون ما قصر بفترة 33 سنة. يعني واحد جاي يشتي وثيقة، يشتي يسافر، يتقرص له، أنت تلطمه تضربه. هذول ناس لهم حقوق ولهم حريات ولازم تخدمونهم، وأنتم موظفين عند الشعب، والرواتب اللي بتشيلونها من قوت الشعب، الرواتب اللي أنتم بتستلمونها. لذلك ما كان ينبغي هذا الأمر يحصل، وكأنك بتسوق حيوانات بتضربهم بالعصي، ما يصلح هذا الكلام. وين محافظ تعز؟ وين مدير الأمن في تعز؟ وين مدير الهجرة والجوازات في تعز؟ يعني كثر الضغط على الناس بحجز الجوازات وكمان بضربهم، هذا معناته أنتم بتخدمون من بهذا الأسلوب؟ يعني صورة من والناس زي الذر عند أبواب الهجرة والجوازات في تعز. لازم المواضيع هذه تعالج. الجوازات موجودة والإجراءات تمت والمواطنين يدفعوا لكم الفلوس. أعطوا الناس جوازاتها تروح تطلب الله، مع الناس معهم مجال لأنهم يسافروا، اللي معه تأشيرة ولا يروح يشتي يتعالج ولا يروح يشتي يسوي عمرة ولا يشتي يسوي حاجة ولا كذا. لابد ما تتدخل إدارة الإدارة العليا للهجرة والجوازات وتشوف اللي بيصير. حتى لو حصل مثلا، تابعت أنه حصلت مشكلة قتل بين جندي وبين في الشرطة العسكرية تقريبا وبين أحد الضباط هناك، ما للمواطن دخل في هذه، تحول للقضاء يتحاكمون. لا ترحمي على المواطنين تضرب المواطنين. العنتريات هذه ما مش تمام. فبالتالي لابد ما يكون هناك في تدخل الإدارة العليا للهجرة والجوازات وتعالج هذه المواضيع، وتشوف لو في حد طفشان ولا حد طبحان ولا يعني إنها فترة الحرب 5 سنوات خلقها مزاج مختلف عند الناس. بعضهم عاد يقدر يؤدي الوظيفة العامة، يرتاح، يغير لا مجال ثاني فيه هدوء. أما هذا المجال أنت بتقابل باليوم 200-300-500 شخص من المواطنين، وكل الناس تزاحم، كل واحد يشتي معاملته تخلص بسرعة. ما عندك مقدرة، شو لك إجازة، خلي غيرك يشتغل، حولوهم بدلوهم. لازم تضخ خدماء جديدة. يعني احنا نشوف التغييرات في كل الإدارات في كل المناطق بالهجرة والجوازات، اعملوا غربلة. في بعض الناس يعني صادفتهم الظروف انه يعني تغير حالهم من وإلى بحكم، اصبح غني، اصبح ثري،
خلوه يشعر، حولوه من منطقة ثانية، خلوه يروح ملحق بالصومال ولا جنوب أفريقيا ولا من ذي الدول على أساس شو يصلي على النبي. طيب كنا نتحدث على موضوع العفوية حق الحوثيين بقتل أبناء الشعب اليمني. في موضوع ثاني اليوم أنا قرأت 3 مقالات يكتبون على المؤتمر الشعبي العام. المقال الأول صور المؤتمر الشعبي العام، أنا يعني كنت بكيت على المؤتمر الشعبي العام، مسكين صور المؤتمر الشعبي العام أنه الإصلاح يشتي يقول بالمؤتمر الشعبي العام بالشكل الذي يريد، وأنه يعني ضربتهم عاصفة الحزم، ويعني أنه مشتتين ونحن مظلومين، وأنه هو حزب البسطاء، يعني وكأنه يتكلم على التهميش اللي حصل للحزب الاشتراكي بعد 94. لو الكلام هذا على الحزب الاشتراكي اليمني بعد 94 كنت أنا بقول حتى لو حد بكى ولا تعاطف بيكون التعاطف في محله. أما المؤتمر الشعبي العام لا، المؤتمر الشعبي العام عندما حصلت الثورة في 2011 لم تكن الثورة موجهة ضد المؤتمر الشعبي العام، بدليل أنه جاءت المبادرة الخليجية وكان مقبول للحزب المؤتمر الشعبي العام وأخذ نصف الحكومة. ما فيش عملية اكتتاث ولا عملية أنهم هذول انفصاليين ولا هذول تبع فلان ولا تبع علان ولا لازم نقصيهم ولا هذول يستلموا من الاستخبارات الخارجية، لا أبدا، كنتوا شركاء في السلطة. حزب المؤتمر الشعبي العام حزب قوي وحزب يستطيع أن يعيد دماؤه، حزب له تاريخ 30 سنة من الثمانينات، لابد ما تنهضوا في المؤتمر الشعبي العام، لأنه أي إنسان مثلا عنده ولو الدراية البسيطة بالسياسة يعرف أنه لابد أن تكون الأحزاب السياسية لها دور مهم في حياة الناس على أساس نتجنب حالة الملشنة الموجودة الآن. لابد أن تكون في الأحزاب موجودة، المؤتمر والاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي وحركة النهضة والأحزاب تكون كلها هذه موجودة، لأن إحنا بلد تعددي. طيب نأخذ هدى. مرحبا يا هدى. يا هدى مرحبا. احنا ايوه تفضل يا اختي. احنا نازحين ايوه من محطه حجه مديريه حرب، من حين نزحنا لحد اليوم زي المهمشين لم يعطونا شيء، بالرغم من انهم يسجلوا اسامينا وياخذوا ارقام البطايق، ولم يوصلنا اي حاجه لا من الاغاثات ولا من اواني ولا من فروش ومستحقات، يعني يصرفوا لبعض النازحين من يعني من مبالغ مالية تقدر تساعدهم على حياتهم الطبيعية، ونحن نعيش في حالة مأساوية الحمد لله رب العالمين الشفاء على الله. بس يعني نريد لفتة كريمة من أصحاب الشأن الذين يهتموا بشؤون المواطنين، يعني كي يساعدونا، لأننا نعاني من أمراض والحمد لله رب العالمين الشفاء على الله، ونعم بالله. بس نريدكم أن تساعدونا مثلا في هذا الأمر، ويعني يهتموا بالنازحين الذين هم لن يوصل إليهم أي شيء غير السلال الغذائية زي الزيت والقمح والفاصوليا، حاجة بسيطة توصلنا. طيب هدى، هدى عندك معانا هدى ولا راحت؟ راحت هدى؟ لا، لانه كنا انا مش عارف فين هي نازحه، هي في حرض نازحه ولا من حرض. الموضوع الاغاثه هذا لازم يكون في تحرك، ولازم يكون في، اعتقد انه مركز الملك سلمان كان متواجد في حجه، حتى في حجه وصل مركز الملك سلمان الى حجه الى صعده الى كل المناطق، لكن الحوثيين قدهم ياخذوا كل حاجه، يشيلوا كل حاجه، يسرقوا كل حاجه. طيب بنشوف كيف هذا الموضوع. فبالتالي على موضوع المؤتمر الشعبي العام، معروف النظام الداخلي للمؤتمر الشعبي العام أنه رئيس الجمهورية ما دام هو عضو في المؤتمر الشعبي العام هو رئيس المؤتمر الشعبي العام. الناس تتحدث بكلام كثير، يعني أنه حزب الآن أصبح 5 رؤوس، وناس يقولوا حزب بدأ يعني يتفكك، وأنا أقول للمؤتمرين بإمكانكم أن تعودوا إلى قوتكم بتغيير السياسات مش عن طريق العلاقات. البناء الحزبي الصحيح يتم عن بني عن 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 بناء سياسات بعمل مؤسسي، وليس سياسات مبنية على علاقات أو فرص. لا، يعود المؤتمر الشعبي العام
كل الكوادر الأقوية، طيب كل الكوادر والرموز البارزة في المشهد السياسي الآن في اليمن ينتمون إلى المؤتمر الشعبي العام. طيب علي، حياك يا علي. حياكم الله. حيا وسهلا فيك، تفضل. حياك. رأي الناس. أيوة رأي الناس. من وين تكلمنا يا أبو علوة؟ نكلمكم من مكة. حيابك وحياب مكة، تفضل يا غالي. أبشر أبشر. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. ونقول نشتي نعطي نصايح للشرعية. تفضل، الشرعية محتاجة للنصايحات. حياك. أولا نقول على الشرعية أن تفرض سلطتها في جميع أنحاء اليمن بقوة وتنشر الجيش في جميع مدن اليمن، هذا يبغى أن تكون شرعية معترف بها. ثانيا لكي يعترف بأن هناك شرعية، على الشرعية أن تتحرك لتحرير ما بقي من أجزاء في اليمن، لأن هناك قاعدة وهي أن الشعب يتبع الأقوى، فعلى الشرعية أن تفرض قوتها على كل يمني سواء جنوبي أم شمالي أو زيدي أو شافعي، يكون يمني واحد أو حوثي. أما إن كان الحوثي هو أقوى من الشرعية فالناس سوف تخضع لهم. الشرعية الآن يعني كم المساحة اللي تسيطر عليها الشرعية وكم المساحة اللي يسيطر عليها الحوثي الآن؟ والله المساحة معروف الكثير أنها مع الشرعية، بس لازم على الشرعية أن تسيطر على اليمن كامل. طيب باقي قليل بتسيطر إن شاء الله، بتسيطر الشرعية. الله يستر عليك. وهو ومعروف أن إذا كان الحوثي أقوى من الشرعية فالناس سوف تخضع له للحفاظ على أرواحهم وما تبقى معهم من أملاك. لا لا. ثالثا ما لو هي الموضوع موضوع قوة كان خضعتوا له في عدن. بس احنا معروف مش موضوع قوه، هذا مش موضوع قوه عشان تعرف يا ابو علوه المساله مش موضوع. لا لا، هو الان في مشاريع، في مشروع سلالي امامي ايراني، وفي في مشروع إمامي. في مشروع جمهوري عربي، ما فيش ما فيش قوي. انا مع مشروع، شوف انا من خمس مزلوط. انا بكون ثابت على ارضيه قويه من المبادئ والقيم، انا مع النظام الجمهوري، مع فخامه الرئيس، مع الحكومه الشرعيه، مع حقوق الناس، مع العداله، مع يمن التحدي الجديد، مع المشروع العربي. هذا قوي والله ضعيف، انا ثابت على مبدئي. ما هوش المساله شور وقول، يعني هم اقوياء؟ لا، لازم نكون احنا اقوياء. بس احنا ننظر على سبيل المثال، احنا دخلنا من يافع، القوات الشرعية دخلنا من يافع صح إلى البيضاء، كانوا تحت ظل الحوثي، لما دخلنا انتفضوا مع من؟ انتفضوا مع أبناء يافع. انت ما دخلت، شوف انت يا أستاذ العزيز يا علي، والله لو أن أبناء البيضاء مع الحوثي ما استطاع واحد من أبناء يافع يدخل، نكون واقعيين، لكن لأنه في بيئة رافضه لوجود الحوثي في آل عمر، في قيفة، في خبزة، في آل حميقان، في كل المناطق هذا، في آل هياش، في الطفة، هذا في بيئة حاضنة أنك أنت يعني تأتي ويساعدونك، يمهدوا لك الطريق. أما لو يعني ليش مثلا في بعض المناطق، في بعض المناطق طبعا موالية للحوثي ما قدر يدخلها الحكومة الشرعية. البيئة هي الأساس، أنت تأتي عامل مساعد من خارج المحافظة. مضبوط. لأنه في هذه الحالة نحن بنقيب دور أبناء المنطقة، لأن نحن دائما نقول للناس ثوروا وتحركوا، والحكومة الشرعية والتحالف العربي يأتي بعدين يساعدكم. يلا حلو حلو. وعلى هذا الأساس شكرا لك يا علي، شكرا لك يا علي، شكرا. يعني الدور في كل المناطق مهم جدا على أبناء المحافظات وعلى أبناء الأهالي، أبناء القبائل، أبناء المحافظات، أبناء صنعاء، أبناء تعز، كل المناطق. مش معقول التحالف العربي ولا يعني الحكومة الشرعية أو الجيش الوطني يدخل إلى محافظة وهي تريد الحوثي، لأني أنا أشتي أقول أنه كل الشعب اليمني رافض للحوثي، في صعدة، في هذه متصلة من حجة، في صعدة، في حجة، الحين نصف صعدة محرر ونصف حجة محرر، ميدي، مستبى، كتاف، البغع، حرض، الملاحيض، هذه كلها مناطق محررة وهي في عمق المناطق التي هي تعتبر تابعة للحوثي. الشعب اليمني ما يؤمن أنه القوي يسوي كلامه، ما يقدرش، الحق اللي هو اللي يمشي، والناس لازم تتمسك بمبادئها. ما إيش من قوة عند الحوثي، إيش من قوة عند الحوثي، القوة عند الشعب بعد الله سبحانه وتعالى. ونحن مشروعنا هو الأقوى وهو الثابت، نحن عندنا المشروع العربي، نحن عروبتنا، مش معقول أن احنا نضيعها. ايش الهدف حق الحوثيين؟ ايش يشتون؟ صور حسن نصر الله انتم شفتوها داخل صنعاء، وصور الخميني واللطم والحسينيات ويا حسيناه
وبره بيحاكمون عبد الملك بن مروان مدري هشام بن عبد الملك، ايام يزيد وايام معاويه وايام لا انا لي ذنب ولا هم لهم فيها ذنب ولا لكم انتم فيها ذنب. يعني نحن شعب والف على جمهوريه، على نظام جمهوريه من 50 سنه، تجي انت بين يعني لحظه واخرى بترجع لي ثارات قبل 1440 سنه؟ مش موجود هذا عندنا. المساجد رجعت الآن إلى مقايل، إلى يعني مقايل قات رجعت المساجد. بالتالي لابد ما الشعب يثور ويتحرك، هذا مشروع مبدئي المشروع العربي. التغيير العقائدي المستهدف الحين الآن نشر التشيع بالقوة، نشر التشيع يعني الناس لازم يعني تتشيع بالقوة، مفروض يكون في قبول. اللي يريد يتشيع وهو متشيع يتشيع له، واللي هو زيدي يبقى على زيديته، واللي هو يعني سني يبقى سني زي ما هو، واللي هو شافعي واللي هو يعني كل المذاهب بتكون موجودة. ومعروف أن اليمن 90% 85% سنة، معروف هذا الكلام. لا طيب طيب مرحبا يا بشير، حياك الله يا أخي، كيف حالك؟ سلمك الله وعافاك، حيا بدا الصوت. كيف صحتك يا أخي؟ سلمك الله، حيابك، كيف حالك أنت يا أخي؟ تفضل. اللهم لا الحمد، نحمد الله ونشكره ونسأل الله العودة لبلادنا مرفوعاً الرافعة. يستاهل، يستاهل الحمد والشكر، تستاهل كل خير، العودة إن شاء الله قريب. اللهم يا أخي سؤال. تفضل. إذا حبيت أقطع جواز يا أولادي، أنا ما عندي إقامة، أولادي طلعت لهم بطاقة الزائر وما عندي، وأنا ما عندي. لازم الإقامة مربوطة بإن لازم أطلع أنا إقامة أو كيف يا أخي؟ أنت وين؟ أنا موجود في السعودية. أنت أقرب مقر، أقرب بعثة يعني يمنية لك وين؟ جدة، الرياض، في الدمام. الدمام، راجع البعثة اللي عندك في الدمام أو اطلع للقنصلية السفارة في الرياض وهم يحطونك. أنا ما استرش أطلع، إذا بطلع أولادي، إذا بطلع بخلي أولادي يطلعوا، هم اللي يطلعوا، بديهم بطاقتي وجوازي. بطاقتك وجوازك سارية المفعول؟ لا، الجواز منتهي، البطاقة، حتى البطاقة منتهية. الإقامة قصدك؟ لا، ما عنديش إقامة. إيش عندك؟ هوية زائر؟ ولا عندي هوية زائر، عندي إقامة كانت وانتهت ولحد الآن جالس أراجع أنا فيها. كيف دخلت طيب؟ أنا دا من موجود من 40 سنة هنا. أنت كنت مقيم في فترة سابقة؟ أيوة. وبحكم الرسوم ما قدرت تجدد ولا إيش؟ أيوة، ما عنديش رسوم ولا عندي أي شيء، ما عندي إلا وجه الله. ونعم بالله. تشتي تخرج اليمن أنت الآن ولا كيف؟ أشتي أقطع لأولادي جوازات، أشتي أقطع لأولادي جوازات عشان حتى لو أنا مشيت يكون هم عندهم جوازات، لأنهم عندهم بطايق زايد. طيب شباب قيدوا رقمه ونحاول نربطه بأحد الأخوة في القنصلية أو في بعثة من بعثات اليمن ويخذ منها الخبر الطيب، بنحاول نحن نساعدك، بنربطك بأي جهة تفيدك بهذا الموضوع، لأنه هذا اشتي له واحد معقب ولا اشتي له واحد يشتغل بالجهة هذه بالسفرة أو بالقنصلية. طيب يا اخي، على اساس انا ابغى اعرف، على اساس اقطع لاولادي جوازات، انا مش مشكله، انا بروح البلاد. طيب احنا بنربطك بجهه تساعدك ولا يهمك. طيب يا اخي، الله يجزيك. شكرا، شكرا لك يا بشير. شكرا. طيب الله. طيب بشير، كان الختام تكلم، كان معنا ابراهيم عبد الحفيظ ومحمد، وكانت الاخت صالحه، وبعد ذلك هدى وعلي تكلم على الشرعيه وسيطره الشرعيه، والحين الختام كان بشير، احنا تحدثنا كذلك بعض المواضيع. وبالأخير التنبيه على موضوع عزبة المشتقات النفطية، كانت في عزبة مشتقات نفطية قبل يومين وقبل 3 أيام، والآن انحلت هذه الأزمة، تم يعني ضخ يمكن 1000 أو 2000 طن، والحمد لله الأمور طيبة. في اعتداء حصل على المصور صالح العبيدي من قبل يعني بعض الأخوة في طاقم عسكري أو كذا، ويحصل بين الأخوة، وبالتالي تم الصلح والحمد لله رب العالمين، يعني تسامح بين صالح العبيدي وبين هؤلاء الجنود، وكلهم أخوة وكلهم أبناء عدن. هذا كان كل شيء في حلقتنا لهذه الليلة، ودائما نحن نذكر بأنه للتواصل ببرنامج رأي الناس يتم إرسال رسالة نصية على رقم البرنامج الذي يظهر أمامكم في الشاشة، مكتوب فيها رأي الناس في أي وقت خلال 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. حلقة اليوم الخميس هي آخر حلقة في هذا الأسبوع، سوف نبدأ البث البرنامج في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الساعة 5:15 حتى الساعة 5:30، ونحن خلال هذه اللحظات من 5 إلى 4 إلى 5:30 سوف نستلم الرسائل الذي أنتم بعثتوا فيها طوال أيام الأسبوع، ونتواصل معكم على الهواء مباشرة يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس الأسبوع القادم. حتى ذلك الحين ألقاكم على خير، إلى اللقاء.